إنجيل يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وأحل بيننا، ورأينا مجده، مجداً كما لوحيد من الآب، مملوءاً نعمة وحقاً. يوحنا شهد له: هذا هو الذي كنت أتكلم عنه حين قلت إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبل أن أوجد. ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين لكي يسألوه: من أنت؟ اعترف يوحنا ولم ينكر، بل أكد قائلا: أنا لست المسيح. من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟ لست إيليا. نبي أنت؟ لا. إذن قل لنا من أنت. يجب أن نعطي جوابا للذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟ فأجاب يوحنا مستشهدا بنبوءة إشعياء: أنا صوت صارخ في البرية. اجعلوا الطريق مستقيمة أمام الرب. وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له: إن لم تكن المسيح ولا إيليا ولا النبي، فلماذا تعمد؟ أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي لست بمستحق
أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه. هو ذا، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت عنه، يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبل أن أوجد، ولم أكن أعرفه، لكني جئت أعمد بالماء، جئت أعمد بالماء لكي يعلن لإسرائيل. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا. هو ذا حمل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه. ماذا تطلبان؟ أين تقيم؟ أين تقيم؟ ربي، ربي، الذي تفسيره يا معلم. تعاليا وانظرا. فرافقاه ورأيا محل إقامته وأقاما معه ذلك اليوم، وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر. وقال أندراوس لأخيه سمعان: لقد وجدنا المسيح. الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع. فنظر إليه يسوع أنت سمعان بن يونا، ولكني سأدعوك صفا. الذي تفسيره صخرا. وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل. فوجد فيليبوس. وقال له: اتبعني. وكان فيليبوس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيليبوس وجد نثنائيل.
اسمع، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الشريعة والأنبياء في كتبهم، وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. وهل يخرج من الناصرة شيء صالح؟ تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل قادما نحوه فقال عنه: هذا إسرائيلي أصيل. لا شك فيها. من أين تعرفني؟ رأيتك وأنت تحت التينة قبل أن دعاك فيليبوس. يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. لا تقلقوا. وكيف لا نقلق؟ دعوني أتصرف. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. يا امرأة، ما لي ولك يا امرأة؟ لم تأتي ساعتي بعد. مهما قال لكم ففعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مترين أو ثلاثة. املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس: كل إنسان يضع الخمر الجيد أولا، ومتى سكروا فحينئذ أدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. Thank you.
هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. وبعد هذا انحدر إلى كفرناحوم هو وأمه وأخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياماً ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريباً، فصعد يسوع إلى أورشليم. ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً وحماماً والصيارف جلوساً، فصنع صوتاً من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر. وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من ها هنا. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فسأله اليهود: أية آية ترينا أن لك الحق في أن تفعل ذلك؟ انقلوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. في ثلاثة أيام تقيمه؟ أخذ بناء هذا الهيكل 46 سنة. وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده: فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجاً أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيكوديموس رئيس اليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلاً: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه. الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية. كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟ الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح.
لا تتعجب، إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. كيف يكون ذلك؟ أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، بحيث أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك، وكان يعمد. وكان يوحنا أيضاً يعمد في عين نون بقرب سليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير. يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له، وهو يعمد الآن والجميع يأتون إليه. لا أحد يأخذ شيئا إن لم يعط من الله. أنتم تشهدون لي أني قلت لست المسيح، إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. وعندما سمع يسوع ما قيل عنه ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت هناك بئر يعقوب،
فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء. أعطيني لأشرب. لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاماً. أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني لكي تشرب؟ لم يكن اليهود يستخدمون الأكواب نفسها التي يستخدمها السامريون. لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يطلب منك ماء لطلبت منه، فأعطاك ماء حياً. يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ لا تدعي أنك أعظم من يعقوب. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوعا، ينبوع ماء ينبع إلى حياة، إلى حياة أبدية. يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش مجدداً ولا أتي إلى هنا لأستقي. اذهبي وادعي زوجك وتعالي. ليس لي زوج. حسناً قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. أرى أنك نبي؟ آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أنا أعلم أن المسيح سيأتي، فمتى جاء يخبرنا بكل شيء. أنا هو، أنا الذي أكلمك. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تعالوا وانظروا، إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه، وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: لي طعام لآكل لستم تعرفونه. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: لعل أحدا أتاه بشيء ليأكل. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأن أتمم عمله. أما تقولون 4 أشهر ثم الحصاد؟ أنا أقول لكم انظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجره ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ليفرح الزارع ويفرح الحاصد معا، لأنه يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك 2 يوم. فآمن به أكثر جداً بسبب كلامه، وقالوا للمرأة
إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضاً جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمراً، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفرنحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل إلى كفرنحوم ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. أنتم لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. يا سيدي انزل معي. قبل أن يموت ابني. اذهب. ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: ابنك حي الآن. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. ليلة أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع: ابنك حي. فآمن هو وبيته كله. هذه أيضاً آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعاً جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً. أتريد أن تبرأ؟ يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قم احمل سريرك وامشي. Ah!
فحالا برئ الإنسان. وحمل سريره ومشى. وكان في ذلك اليوم سبت، فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. من هو الإنسان الذي قال لك هذا؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل. لقد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطلبون أن يقتلوا يسوع، لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: إن أبي يعمل دائما وأنا أيضا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع: الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه، إلا ما ينظر الآب يعمل، مهما عمل الآب يعمله الابن أيضا، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق أقول لكم، تأتي ساعة هي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه هو ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى الحياة، والذين عملوا السيئات سيقومون إلى الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي هذه ليست حقا، فالذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير،
وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة، وأما أنا فلي شهادة أعظم من شهادة يوحنا، فأعمالي، الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فأتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم، عرفت أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه؟ أنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم إلى أبي، موسى الذي عليه رجاؤكم هو يشكوكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون ما كتب، فكيف تصدقون كلامي؟ بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل، وهو بحر طبرية. وتبعه جمع كثير، لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. وكان الفصح عيد اليهود قريبا، فرفع يسوع عينيه ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه. من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحن فيليبوس، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. لا يكفيهم خبز بمئتي دينار، ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً. وقال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال، وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر الله، ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين.
وكذلك من السمكتين. بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده. ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفرنحوم. وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة، نظروا يسوع ماشياً على البحر. مقترباً من السفينة، فخافوا. لا تخافوا، أنا هو. فرضوا أن يقبلوه في السفينة. وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وهي تلك التي دخلها تلاميذه، وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم، غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذين أكلوا فيه الخبز إذ شكر الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه، دخلوا هم أيضاً السفن وجاءوا إلى كفرنحوم يطلبون يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى صرت هنا؟ الحق أقول لكم، أنتم تطلبوني لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم، وليس لأنكم رأيتم آيات. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المنة في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا. الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء،
لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً. لكني قلت لكم إنكم رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجاً، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئاً بل أقيمه إلى الحياة في اليوم الأخير، لأن هذه مشيئة الذي أرسلني، إن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه إلى الحياة في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. أليس هذا هو يسوع، يسوع ابن يوسف، أليس كذلك؟ الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحداً رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخصم اليهود بعضهم بعضا، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه، وأنا أثبت فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا. أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئاً. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة،
ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلم. لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. وأنتم أتريدون أن تمضوا؟ يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. اخترتكم الاثني عشر، لكن واحد منكم شيطان. وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له إخوته: انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل. لا أحد يعمل في الخفاء وهو يريد أن يعرف. إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم. لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به. إن وقتي لم يحضر بعد. وقتكم في كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني لأني أشهد على شره. اصعدوا أنتم إلى العيد. لست أصعد بعد إلى العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان إخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: أين ذاك؟ وكان في الجموع مناجاة كثيرة من نحوه، بعضهم يقولون إنه صالح، وآخرون يقولون: لا، بل يضل الشعب. ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف، صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم. فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ تعليمي ليس لي بل لله الذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي؟ من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس. لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا. لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس أنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان، فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقد ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. فقال قوم من أهل أورشليم: ليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوه، وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا. ألعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا؟ ولكن هذا نعلم من أين هو، وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو. فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا: أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا، ومن نفسي لم آتي
بل الذي أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني. فطلبوا أن يمسكوه، ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فآمن به كثيرون من الجمع. ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من التي عملها هذا؟ سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه. أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود فيما بينهم: أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ لقد قال: سوف تطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ماذا يعني؟ وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي، ألعل المسيح من الجليل يأتي. ألم يقل الكتاب إن المسيح سيكون من نسل داود وسيولد في بيت لحم، القرية التي كان داود فيها؟ فحدث انشقاق في الجمع لسببه، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال لهم هؤلاء: لماذا لم تأتوا به؟ لم يتكلم إنسان مثل هذا الإنسان. ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين أمن به؟ ولكن هذا الشعب لا يفهم الناموس. هو ملعون من الله. قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعلنا موسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ إذن ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. فمضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا وأقاموها في الوسط. يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم حتى الموت. فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه.
وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه انتصب. من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين. وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فانتصب يسوع. أين هم؟ أما دهنك أحد؟ لا أحد يا سيد. حسنا، ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. ثم كلمهم يسوع أيضا. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ولكن أنت الآن تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. لا، وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. أنتم لا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا، وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. في ناموسكم مكتوب إن شهادة رجلين هي حق. أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني. أين هو أبوك؟ لستم تعرفونني أنا ولا أبي، لو عرفتمونني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم، لا تقدرون أن تأتوا حيث أمضي. يقول لا تقدرون أن تأتوا حيث أمضي، ألعله يقتل نفسه؟ أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم. قل لي من أنت؟ أنا من البدء ما أكلمكم به. إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم، لكن الذي أرسلني هو حق، وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم. ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب. متى رفعتم ابن الإنسان تفهمون أني أنا هو، ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي
ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول إنكم تصيرون أحراراً؟ الحق أقول لكم، من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً. أنتم ذرية إبراهيم وتطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم. أبونا هو إبراهيم. لو كنتم حقاً أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله وتطلبون أن تقتلوني. هذا لم يعمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم. نحن لنا أب واحد وهو الله، إننا لم نولد من زنا. لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. ولأنني أقول الحق لستم تؤمنون بي؟ من منكم يبكتني على خطيئة؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي الذي من الله يسمع كلام الله؟ لذلك أنتم لستم تسمعون، لأنكم لستم من الله. حسناً حسناً، ألسنا نقول لك إنك سامري وبك شيطان؟ ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب من يطلب ويدين. الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت. الآن علمنا أن بك شيطاناً. قد مات إبراهيم والأنبياء ماتوا، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يموت؟ أبونا إبراهيم مات، ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم؟ والأنبياء أيضاً ماتوا. من تجعل نفسك؟ إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئاً. أبي هو الذي يمجدني، الذي تقولون أنتم أنه إلهكم ولستم تعرفونه، وأما أنا فبلا. وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ليس لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه. يسوع فاختفى وخرج من الهيكل.
وفيما هو مجتاز رأى إنساناً أعمى منذ ولادته. يا معلم، من أخطأ حتى ولد أعمى؟ هو المخطئ أم أبواه؟ لا، هذا الأعمى أخطأ ولا أبواه أخطأ، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ما دام نهار ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في هذا العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا. وطلب الطين عيني الأعمى. اذهب واغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويصطاد؟ هذا هو، لا يمكن، إنه يشبهه. أنا هو. كيف انفتحت عيناك؟ إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت، وما إن اغتسلت أبصرت. لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان السبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. سأله الفريسيون أيضاً كيف أبصر. وضع طيناً على عيني واغتسلت والآن أنا أبصر. هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. من حيث أنه فتح عينيك، ماذا تقول أنت عنه؟ إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر، حتى أنهم دعوا أبويه. أهذا ابنكما؟ تقولان إنه ولد أعمى، فكيف يبصر الآن؟ نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، أما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم أيضا. اسألوه، هو كامل السن وهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعهدوا أنه إن اعترف أحد بأن يسوع هو المسيح يخرج من المجمع.
لذلك قال أبواه إنه كامل السن اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى. تعهد أمام الله أنك ستقول الحق. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، كنت أعمى والآن أبصر. ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإننا تلاميذ موسى، نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني. ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. في الخطايا ولدت أنت بجملتك، والآن تحاول أن تعلمنا. فأخرجوه من المجمع. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده: أتؤمن حقا بابن الله؟ قل لي من هو يا سيد لأؤمن به. قد رأيته، والذي يتكلم معك هو. أؤمن يا سيد. وسجد له. لدينونة أتيت إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطيئة، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيئتكم باقية. الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك لص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. الحق أقول لكم، أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعا. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، وأما الأجير الذي ليس راعيا وليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، أما الأجير فيهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح، وكما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، أعرف خاصتي وهي تعرفني، وأنا أضع نفسي عن الخراف. وهناك أيضا خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي
وتكون رعية واحدة وراع واحد. يحبني الآب لأني مستعد أن أضع نفسي لأخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن أخذها. هذه الوصية قبلتها من أبي. فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام. به شيطان! إنه مجنون! لماذا تستمعون له؟ ليس هذا الكلام من به شيطان. ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء. وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود. إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني وأعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. أنا والأب واحد. تناول اليهود أيضا حجارة ليرجموا. أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً. أليس مكتوباً في ناموسكم أنا قلتم إنكم آلهة؟ ولا يمكن أن ينقض المكتوب. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ فلا تؤمن بي إن كنت لست أعمل أعمال أبي. لكن إن كنت أعمل، فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا على الأقل بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. ما هذا الكلام؟ إن هذا تشديد. ارحل من هنا. نعم إنه ارجموه. الحقوا به. فطلبوا أيضا أن يمسكوه، فخرج من أيديهم. ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا، ومكث هناك. فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا، فآمن كثيرون به هناك. وكان إنسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا، من قرية مريم ومرت أختها. وكانت مريم هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. والتي كان لعازر أخوها مريضاً. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال:
هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر، فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين، ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا. يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك؟ ساعات النهار 12، إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن من يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم، فقال لهم يسوع حينئذ على لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لكي تؤمنوا. لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. كان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرتا ومريم ليعزوه معا أخيهما. فلما سمعت مرتا أن يسوع آت لاقته وأما مريم، فاستمرت جالسة في البيت. يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكني أعلم أنه الآن أيضا. يعطيك الله كل ما تطلب منه. سيقوم أخوك. أنا أعلم أنه سيقوم في اليوم الأخير. أنا القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت. أتؤمنين بهذا؟ نعم يا سيدي، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا. المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرتا. ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها، قائلين أنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه. يا سيد، لو أنك كنت هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب. أين وضعتموه؟ تعال وانظر. بكى يسوع، فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم:
ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. ارفع الحجر. يا سيدي قد أنتن، لأن له أربعة أيام. ألم أقل لك إنك ترين مجد الله إن آمنت؟ فرفعوا الحجر. ورفع يسوع عينيه إلى فوق. أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك دائما تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر اخرج. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ إن هذا الإنسان يعمل آية كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: لا تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضاً يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية، إلى مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من الكور إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضاً رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمراً أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات. فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرتا تخدم.
أما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضاً لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضاً، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا صعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولاً، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، لهذا أيضاً لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئاً، انظروا، العالم كله ذهب وراءه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيليبوس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيليبوس ليسوع: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني،
وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب، نجيني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد أحدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت. نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ النور معكم زمانا قليلا بعد. فسيروا مدام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا إلي قال الرب فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي، بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. هذا حق، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت
لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه. أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. لا، لن أدعك تغسل رجلي. إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. يا سيد، لا تغسل فقط رجلي، بل أيضا يدي ورأسي أيضا. الذي قد اغتسل هو طاهر كله، ليس له حاجة إلى غسل رجليه، وأنتم طاهرون. ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمة، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لي أنني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا تصنعون أنتم. الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ الحق أقول لكم، الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه.
وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه، فأومأ إليه سمعان بطرس: اسأله من عسى أن يكون. فاتكأ ذاك على صدر يسوع: يا سيد، من هو؟ هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان. أسرع، اعمل ما أنت تعمله. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت. وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان، وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه، فإن الله سيمجده في ذاته، ويمجده سريعا. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني وكما قلت لليهود، حيث أذهب لا تقدرون أن تأتوا. وصية جديدة أنا أعطيكم: أحبوا بعضكم بعضا، تحبون بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. إن كان لكم حب بعضا لبعض، يعرف الجميع أنكم تلاميذي. يا سيد، إلى أين تذهب؟ حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أتضع نفسك عني؟ الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون وتعلمون الطريق حيث أنا أذهب. يا سيد، يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. يا سيد، أرنا الآب وكفانا. أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيليبوس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في،
وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق أقول لكم، من يؤمن بي يعمل الأعمال التي أعملها ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي أفعله. ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا. وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا، وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا وليس يهوذا الإسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلة. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، لا أعطيكم كما يعطي العالم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا لننطلق منها هنا. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أثبت فيا وأنا فيكم. الغصن لا يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. أثبت في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به
لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم. أحب بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم، لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء، قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، ولأني ذاهب إلى الآب. فتساءلوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم.
فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه. قلت: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. عن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون، والعالم يفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علنية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. الآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها، كل واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي، لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أبي، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك. كل ما لي فهو لك، وما لك هو لي، وأنا ممجد فيهم، وأنا آتي إليك، ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني، حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فأني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم، ليكون لهم فرحي كاملا فيهم،
أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني أيها الآب. هؤلاء أعطيتني وأريد أن يكونوا معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الآب البار. إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون. حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ يسوع الناصري. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فقال لهم يسوع: أنا هو. رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ يسوعا ناصري. قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ لا. ثم أن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه. ومضوا به إلى حنان أولاً، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود
أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ لا، لست أنا. كان برد، وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هؤلاء يعرفون ماذا قلت. هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقاً إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفاً يصطلي، فقال له: ألست أنت أيضاً من تلاميذه؟ لا، لست أنا. فأنكر ذلك. وواحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه قال: أما رأيتك معه في البستان؟ لا. وللوقت صاح الديك. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح. ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح، فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون عليه؟ لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع. أأنت ملك اليهود؟ أمن ذاتك تقول هذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟ ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. لا، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. أفأنت ملك إذن؟ أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت وأتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي.
وما هو الحق إذن؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لكن لكم عادة أن أطلق لكم شخصا واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ كان باراباس لصا، فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضاً خارجاً وقال لهم: اسمعوا، ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد علة واحدة لأحاكمه. انظروا، هو ذا الإنسان. فخرج يسوع خارجاً وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان. قم بصلبه، اصلب اصلب. خذوه انتم وقوموا بصلبه، لأني لست أجد فيه علة. لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفاً، من أين أنت؟ فدخل أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع: أما تكلمني؟ وأما يسوع فلم يعطه جواب. أن لي سلطاناً أن أصلبك، وسلطاناً أن أطلق سراحك. ليس لك سلطان علي لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه. إن أطلقت هذا الرجل فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكاً فهو يقاوم قيصر. سمع بيلاطس هذا القول، أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثة،
كان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هو ذا ملككم. اصلب 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 اصلب. هل أصلب ملككم؟ ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه عن يمينه وعن يساره، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة. وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال: أنا ملك اليهود. ما كتبت قد كتبت. ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل
ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوبين معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات، لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة. وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيكوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، لقد أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكانا يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى، فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر، ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما،
أما مريم فكانت واقفة عن القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ لقد أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني فقالت له: إن كنت قد حملته قل لي أين وضعته فأنا آتي وآخذه. يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني. الذي تفسيره يا معلم: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ربي وإلهي. لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب،
وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. أنا ذاهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ لا شيء. ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا، ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: إنه الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع، وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. هلموا تغدوا. ولم يسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ نعم يا رب، تعلم أني أحبك. ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ نعم يا رب، تعلم أني أحبك. ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. ارعى غنمي. الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مسمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له:
اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء، فماذا لك؟ اتبعني. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. آمين. لقد ذكر الرسول يوحنا أن هدف هذا الإنجيل هو أن نؤمن أن يسوع هو ابن الله. والآن بسرده لتلك الأحداث، فإن يوحنا يحثنا أن نؤمن ونثق في يسوع الذي تحمل عقوبة خطايانا بموته على عود الصليب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. وهذا يعني أمرين: علينا أن نتفق مع يسوع أننا أخطأنا في حق الله القدوس، وأن هناك أخطاء في حياتنا مهما كانت تلك الأخطاء تبدو بسيطة، كما علينا أن نعتمد على حقيقة أن يسوع قد دفع ثمن خطايانا بالكامل بموته على الصليب، الموت الذي كنا نحن مستحقين له. وعندما نفعل ذلك فإن الله يمنحنا الحياة الأبدية بالمجان وفي الحال. عندما واجه الرسول توما هذه الحقيقة، لم يكن بوسعه سوى أن يطلق صيحته: ربي وإلهي. في هذه اللحظة إذا كانت لديك الإرادة، يمكنك أن تتصالح مع الله عندما تقر بالحقائق التالية: أنا أقر بأنني قد أخطأت أمام الله الكامل، أنا أقر بأن موت يسوع على الصليب دفع ثمن خطيتي بالكامل، وأنا أتكل على أن يسوع دفع ثمن خطيتي لأحصل على الحياة الأبدية وأقف بلا عيب أمام الله. ربي وإلهي.